وزير الخارجية يعارض وقف إطلاق النار على حماس. وزيرة الاندماج تهدد بتجديد القوانين رداً على مظاهرات فلسطين. استمرار المظاهرات الداعمة لفلسطين والمنتقدة لسياسة النمسا. ثلثاء السكان يؤيدون زيادة ميزانية الجيش. تراجع كميات الطعام المباعة في النمسا على مستوى الأسر. ودراسة في فيينا تؤكد أن إدمان الهاتف يشبه المخدرات. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. أكد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرغ أن وقف إطلاق النار في غزة سيدعم حركة حماس، مؤكدا أنه يجب التركيز حاليا على إطلاق سراح 240 رهينة إسرائيلية. واعتبر شالينبرغ أن التهدئة مقبولة، مشددا على الإفراج دون قيود عن الرهائن. وأبرز شالينبرغ عدم انتهاك إسرائيل للقانون الدولي، وفي نفس الوقت انتقد استخدام حماس للمستشفيات والمدارس كقواعد لها، مؤكدا أن دعم النمسا هو للمدنيين في غزة. وانتقد تصريحات أمين الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي قال أن هجوم حماس في 7 أكتوبر لم يحدث من فراغ. أكدت وزيرة الاندماج النمساوية سوزان راب أن الالتزام بالقيم الأوروبية للمهاجرين واجب وليس مجرد عرض، محذرة من عقوبات قانونية صارمة. وأشارت راب إلى أن المظاهرات ضد المواقف الرسمية للنمسا تستدعي تشريعات جديدة لمنع عداء السامية، مؤكدة بأن اللاجئين بحاجة لدورات اللغة والقيم النمساوية، وفي نفس الوقت تعمل على تشريع جديد يعطي الجنسية بعد 10 سنوات دون وجود انتهاكات مع فقدانها لمن يحتفظ بجنسيته السابقة، وفي نفس الوقت معاقبة تحريض الكراهية على الإنترنت بشكل أكبر. تظاهر الآلاف من المؤيدين لفلسطين في فيينا يوم السبت مستنكرين هجمات إسرائيل على المدارس والمستشفيات في غزة. وأجابت المظاهرة شوارع العاصمة والتي قدر عدد المشاركين فيها بأكثر من 10,000 شخص، حيث نظمت بإجراءات أمنية مشددة. وقد شهد السفير الفلسطيني في فيينا صلاح عبد الشافي. وفي سالسبورغ تظاهر حوالي 500 شخص انتقدوا فيها سياسة دعم النمسا لإسرائيل، مشيرين إلى أنها تغفل عن معاناة السكان الأصليين الذين يواجهون التهميش والقمع منذ فترة طويلة. بيّن استطلاع للرأي أن 69% يدعمون زيادة ميزانية الجيش النمساوي، بينما يشير 24% إلى اعتراضهم. وكشف الاستطلاع أن الصحة والتعليم تتصدران الأولويات في النفقات، مظهرا أن 66% يرون أهمية كبيرة للجيش النمساوي، مع تقييم إيجابي بنسبة 81% لأدائه في المساعدة في الكوارث المحلية، و53% تقييم إيجابي لعملياته الخارجية. وأجري الاستطلاع من قبل وزارة الدفاع، ونفذه معهد ماركت في لينز في سبتمبر وأكتوبر، وقد شمل 1406 شخصا. تراجعت مشتريات الأسر من الأطعمة بنسبة 3.5% في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالسابق، وهو أقل من مستويات الاستهلاك قبل جائحة كوفيد. وأشار وزير الزراعة نوربرت توتشيرك أن المستهلكين يلجؤون لسلاسل التسوق الكبرى بسبب ارتفاع الأسعار، مما يؤدي لنمو العلامات التجارية الخاصة وانخفاض مبيعات الأطعمة ذات الجودة العالية. ولاحظ الوزير حذرا في شراء المنتجات الأغلى مثل اللحوم، حيث يعود ذلك إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والإنتاج والأجور بالإضافة إلى التضخم. كشفت دراسة أن النمساويين يقضون متوسط 3 ساعات يوميا على هواتفهم الذكية بسبب اعتمادهم المتزايد على النشاط عبر الإنترنت. وبين الخبراء في فيينا تشابها بين إدمان الإنترنت والمخدرات في الدراسة، حيث يعود الإدمان على الهاتف إلى مشاكل نفسية مثل الحرمان والتحمل الزائد. وحذر الخبراء من تأثير الهاتف على الحياة الاجتماعية والعاطفية خاصة للمراهقين،
ونصحوا بالابتعاد المؤقت عنه وتطوير المهارات الاجتماعية وتقييد استخدام الهواتف للأطفال مع الإشراف والتوجيه. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا بثينة سلام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.